هنبدأ بقى ولا لسه في ناس تانية ما وصلتش للقاعة؟ لو اوكي الناس تبلغني بس انه اوكي. طيب تمام ان شاء الله هنبتدي بقى مع بعض. اوكي بس هو بس في حاجة ان شاء الله، اي سؤال نخليه بعد المحاضرة وانا هجاوب على كل الاسئلة، مش همشي غير لما اجاوب لكم على كل الاسئلة بتاعتكم. دي حاجة. الحاجة التانية طبعا انا بعتذر عن التأخير، لان طبعا حصلت مشاكل في الغرفة وفي الصوت عندي، ف معلش ان شاء الله التأخير ده مش هيتكرر المرة الجاية. في البداية طبعا الدورة بتاعتنا النهاردة هتتكلم عن موضوع التوحد. دورة التوحد طبعا ان شاء الله مشارك معانا اكيد اخصائيين، اولياء امور، ناس مهتمة بالمجال حابة تتعرف اكتر في موضوع التوحد. طيب النهاردة الموضوع بتاعنا طبعا هو من المواضيع الشائكة شوية، او المواضيع اللي بدأت الناس الفترة الاخيرة تتكلم عنها وتقول ان هي موضوع معقد وظهوره عند الاطفال، والاقاويل الكتيره جدا حوالين موضوع التوحد ان ما ثبتش لحد الان ان في علاج قاطع له او في علاج نهائي بيشفي شفاء تام من موضوع التوحد. في البدايه احنا عايزين نتعرف عن التوحد كده زي حدوته، عايزين نعرف كده قصه التوحد ايه بالظبط علشان نبقى احنا فاهمين ايه موضوع التوحد، او بدايته كانت ازاي، او ايه القصه اللي خلتنا في النهايه ننتهي لمصطلح واسم كلمه توحد. في البداية بداية اكتشاف التوحد كانت سنة 1943، وتم اكتشاف التوحد على ايد العالم الطبيب الامريكي لوكينر. ده كان احد اطباء الاطفال اللي كانوا بيشتغلوا في الوقت ده في الولايات المتحدة الامريكية. كان هو بدأ يهتم شوية بالاطفال اللي هم بيعانوا من الاعاقات زي التخلف العقلي، زي داون سيندروم، زي اعاقات تانية كتير. وكان بدأ ان هو يعمل ابحاث وبدأ ان هو يفحص الاطفال المعاقين في الفتره دي، فتره الاربعينات دي. في الفتره دي اثناء فحصه لمجموعه من الاطفال اللي هم بيعرف ان مظاهرهم واحده ثابته، معاقين، شكلهم الخارجي فيه شيء ما، قدراتهم العقليه اقل شويه من قدرات الاطفال العاديين في مستوى سنهم، بدأ يكتشف عينه من الاطفال بتطرأ عليها بعض المظاهر والسمات التي تختلف عن موضوع الاعاقه اللي هو اعتاد على رؤيته. طبعا الكلام ده كان سنة 1943، يعني احنا النهاردة بنتكلم في تقريبا 69 سنة اللي هو عمر مرض او اعراض موضوع التوحد اللي هو موضوعنا النهاردة. من سنة 1943 بدأ العالم ده يبحث، وبدأ الموضوع يتطور، وبدأ العلماء يبحثوا، بدأ موضوع التوحد ياخد اكتر من اسم، يعني اطلقوا عليه اكتر من مصطلح. التوحد او اوتيزم باللغة الانجليزية، او الذاتوية، او الاكترار، اكتر من اسم اطلقوه على موضوع اعاقة التوحد. بدأت الناس من سنة 1943 تبحث في الموضوع وتاخد فيه خطوات للبحث في التوحد ده ايه، او ايه مرض التوحد، طب ليه سميناه توحد، طب ايه السمات، طب ايه المظاهر اللي بتظهر على هؤلاء الاطفال، طب ليه هو توحدي، طب الاسباب، طب حاجات كتيرة جدا بدأت الناس تبحث فيها في مجالات متعددة، سواء كان في المجال الطبي او المجال التربوي او المجال النفسي او مجال علم الاجتماع، مجالات كتير قوي لحد النهارده. معلومه جديده عايز اقولها، عايز اقول ان 69 سنه في عمر اي مرض او عمر اي عرض او عمر اي حاجه في الدنيا هي حاجه لسه قليله، يعني مازال البحث ومازالت حاجات كتير احنا ماشيين فيها علشان نقدر نوصل لنتائج حول موضوع التوحد اللي كل الناس بتسميه السر الغامض او اللغز الغامض لحد النهارده. نيجي نتعرف كده على التوحد ونعرف التوحد ونقول التوحد ده ايه، او بيجي ازاي، او ايه الاصابه بتاعته. اولا التوحد اتعرف اكتر من تعريف، لكن في تعريف شامل طبي شامل وتربوي اشترك فيه اكتر من حد علشان نطلع بالنهايه ليه كلمه توحد، او التوحد ده بيحصل فين. هما لما عرفوا التوحد طبعا هو حصلت خناقات كتيره جدا، هو التوحد مين اللي يعالج التوحد، او مين الناس اللي هي تتعامل مع اطفال التوحد. لكن الإجابة الوحيدة اللي احنا وصلنا لها لحد النهاردة واللي بتجيب معانا نتائج كلنا، لازم يكون عندي فريق عمل مدرب. فريق العمل المدرب ده قادر على ان هو يتعامل مع أطفال التوحد، وقادر على ان هو كل واحد فينا يشتغل جزئية معينة نتيجة التشخيص والتقييم اللي احنا وصلنا له في حالة التوحد. هنعرف التوحد وبعد كده هنتكلم على العلامات او المظاهر او السمات اللي بتظهر على أطفال التوحد، وبعد كده هنتكلم ازاي ان احنا نقدر نشخص او نقيم، او مين الناس او مين فريق العمل اللي يقدر يعمل ده، وانواع التوحد ايه. في البدايه خالص لما جم يعرفوا التوحد
عرفوا التوحد الاطباء والمتخصصين على ان هو اضطراب نمائي عصبي يؤثر على المخ. انا هشرح كلمه كلمه من اللي انا بقولها، انا هقول التعريف كامل وبعد كده هرجع اشرح كلمه كلمه. التوحد هو اضطراب نمائي عصبي يؤثر على المخ نتيجة لإصابة غير معلومة المصدر في الجهاز العصبي المركزي في المخ. تمام، هم قالوا اضطراب نمائي عصبي حصل في منطقة معينة في المخ، الإصابة دي في منطقة غير معلومة للمصدر. لما عملوا الفحوصات الطبية وعملوا رسم المخ وعملوا الأشعة المقطعية لقوا أن عضو المخ سليم، العضو نفسه سليم، الإصابة حصلت في مكان غير معلوم المصدر. تمام تمام تمام. بعد ما حصلت هذه الإصابة لحد الآن ما سابتش أي أثر، ما سابتش التأثير الطبي على الرأس أو على الدماغ أو على عضو المخ نفسه. تمام، علشان نقدر نكتشف إن في إصابة في المنطقة دي يجب علاجها بالدواء أو يجب علاجها بالتأهيل أو يجب علاجها بالجراحة. لحد الآن ده لم يثبت الإصابة اللي حصلت في المخ ده أو الخلل الوظيفي اللي حصل في المخ ده حصل. بعد هذا التعريف بدأ يبقى عندنا ان احنا عايزين النهاردة انا لما اشوف ولد في الشارع او اشوف اي حد تجمعت فيه عدة سمات اقدر اقول ان الولد ده او الطفل ده او البنت دي تعاني من التوحد. ملحوظة، انتشار التوحد لدى الذكور اعلى من معدل انتشاره لدى الاناث، يعني بينتشر المعدل 4 للولاد لكل بنت، 4 ذكور لكل انثى. ده معدل انتشار موضوع التوحد في الذكور لدى في الذكور اكثر من الاناث. طبعا في مجموعه من السمات، لكن كل اللي انا اوصي بيه وانصح بيه ان احنا حتى لو ظهرت قدامك السمات وكنت على خبره وعلى علم تفوق العشر سنوات في هذا المجال، ما ينفعش ان انا من اول ما اشوف الطفل اللي قدامي اذا ظهرت عليه هذه السمات ان انا اقول ان الطفل ده مصاب بالتوحد. انا ممكن اشك وبعد كده احوله للاختبارات والفحوصات والتقييم والتشخيص وتشخيص والتقييم، وبعد كده اتاكد من وجود التوحد عنده، بعد كده ابتدي احط البرنامج واحط التقييمات المناسبه للحاله. لان دلوقتي بقى في اكتر من تشخيص فارق بين التوحد، يعني في حالات ممكن تلاقي عندها سمات وتشوفيها كده شكله توحد لكن هو مش توحد. لما نيجي نعمل له الاختبارات ونعمل له البرامج بتاعته والتقييمات بتاعته نلاقيه بينتمي لشيء تاني غير موضوع التوحد. علشان كده لابد ان يكون لدينا دقة وما نطلعش كلمة تشخيص، لان فرد واحد ما ينفعش ان هو يشخص، لازم عملية التشخيص تتم بفريق عمل كامل واداء اكتر من شيء او اكتر من برنامج او اكتر من حاجة من قياس او اختبار علشان نجزم في النهاية ان هذا الطفل مصاب بالتوحد. نبدأ بقصة تانية جميلة. القصة دي قصة ازاي ان الام بتبتدي تكتشف طفلها. هو لحد الان لما جم كلمونا وقالوا لنا ان بداية اكتشاف التوحد هي ال 24 شهر الاولى من الولادة، ودلوقتي بدأ يحصل تدخلات مبكرة وبدأ في ناس تكتشف موضوع التوحد بدري شوية، لكن السن القانوني او السن اللي انا فعلا اقدر اقول فيه واحكم ان الطفل ده فعلا مصاب بالتوحد هو 24 شهر من الولادة، لان بيكون المؤشر الاساسي والرئيسي ومش شرط ان هو ده فعلا يكون المؤشر ان هو يكون عنده مشكلة، بيعاني من مشكلة في اللغة والكلام. علشان كده اول ما الام ابنها بيوصل لسنتين كاملين وتبتدي تحس ان ابنها ما عندوش اي حصيلة لغوية بتبدأ تعمل حاجة كويسة او حاجة جميلة قوي، ان هي بتبدأ تاخده الى طبيب التخاطب او اخصائي التخاطب وتقول انا ابني ما بيتكلمش، وبيبتدوا يعملوا له الفحوصات في موضوع الكلام. مش شرط، مش كل طفل هيوصل لسنتين مش هيتكلم ده دليل ان هو عنده توحد. في كتير جدا من الاطفال بيوصلوا لسنتين، بيوصلوا لثلاث سنين، وبيوصلوا لاربع سنين وما بيكونوش بيتكلموا، ده نتيجه لان هم ما عندهمش حصيله لغويه كافيه وبيعيشوا في بيئات منغلقه مكونه من الاب والام والنقاش بتاعهم بيكون اقل، فعلشان كده الطفل ما بيقدرش يكون عنده حصيله لغويه. والحل الوحيد لطفل زي ده ان احنا بنلحقه برياض الاطفال، بيبتدي يكون حصيله لغويه وكلمات وبيكتسب كلمات وبيبقى كويس جدا. لكن الطفل اللي انا بقول عنه ده اللي بدات تظهر عليه الاعراض ان هي ان هو متاخر في الكلام، ان هي الام بدات تصحبه لطبيب التخاطب. بدا طبيب التخاطب يلحظ عليه بعض علامات اخرى زي تشتت الانتباه، زي حركه مفرطه، زي
حركات تكرارية زي نوبات بكاء فجائي، زي نوبات ضحك فجائي، دي كلها سمات من سمات التوحد، وانا هقولها كلها بالتفصيل. لما بدأ الطبيب يلحظ كده قال للأم توحد، برضه هنا خطأ، ما ينفعش طبيب التخاطب ان هو يقول لوحده توحد. طبيب التخاطب لما يجي يحكم او يشخص في الجزئية الخاصة بموضوع اللغة او بعملية اللغة، ولابد ان هو يحول الولد على فريق العمل الكامل اللي يجري لهذا الطفل الفحوصات علشان في النهاية خالص نخرج بكلمة توحد. من هنا كانت البداية، الأم بدأت تصطدم، بدأت تعرف كلمة توحد، بدأت مش فاهمة ايه اللي هيحصل، ايه الموضوع، طب ايه السمات. بدأ الدكتور يسأل الأم بعض الأسئلة، طب هو بيتكلم؟ تقول له لا ما بيتكلمش. طيب نشاطه زايد؟ تقول له اه بيجري كتير جدا وبيتحرك كتير جدا وانا مش قادرة اتحكم فيه. تقول يقول لها بيكرر حاجات معينة بعينها؟ تقول له اه. تلاقيه بيتمسك ببعض الأشياء التافهة واللي يتعلق تعلق غير عادي للاشياء التافهه، وينجذب انجذاب غير عادي للاشياء التافهه. ممكن يتعلق بقلم، ممكن يتعلق بسلك تليفون، ممكن يتعلق بالمروحه، ممكن يتعلق باعلان تلفزيوني في التلفزيون، تمام. بيحب التكراريه، بيحب الروتين، دي كلها سمات ممكن ان هي تكون موجوده لدى هذا الطفل. يعاني من انعدام التواصل البصري. كلمه مهمه قوي في موضوع التوحد، ان كلمه التوحد تساوي كلمه التواصل. طفل التوحد يعاني من انعدام التواصل الاجتماعي والتواصل البصري والتواصل اللغوي. الثلاثة دول اهم ثلاث حاجات في الدنيا لكل انسان طبيعي، ان احنا نكون متواصلين. طب امدي ايدي بسلم عليكي، انت كده متواصلة معايا، تمام. لو انا النهاردة ما انت بمدي ايدي وانت ما اديش ايديكي، يبقى انت كده مش متواصلة معايا وانا مش هكلمك تاني. الطفل ده بيعاني من انعدام تام لعملية التواصل، ما عندوش تواصل لا بصري ولا اجتماعي ولا لغوي، ولا لا بصري ولا اجتماعي ولا لغوي. طيب نيجي نتكلم، احنا كده اتكلمنا الام اللي راحت للطبيب، تمام، واتكلمت مع الطبيب، والطبيب بدأ يسألها اسئله، وبعد كده بدأ يحول الطفل على فريق العمل. احنا عرفنا التوحد وقلنا انه اثر على المخ نتيجه لاصابه غير معلومه للمصدر. حصلت الاصابه دي فين؟ في الجهاز العصبي المركزي في المخ. طيب بعد ما حصلت الإصابة في الجهاز العصبي المركزي في المخ، بدأنا نشوف سمات التوحد عندنا. قلنا طفل يعاني من انعدام التواصل الاجتماعي، يعاني من انعدام التواصل البصري، يعاني من انعدام التواصل اللغوي، يكرر بعض الحركات التكرارية أو الروتينية، تمام، لديه مشكلات أخرى. طيب أنا عايزة أبتدي أشوف القصور بتاعه، ما عندوش قدرة على الخيال، ما عندوش قدرة على التواصل، حاجات كتيرة قوي في موضوع في موضوع سمات التوحد. طيب بعد ما بدأنا نكتشف الخلل اللي موجود عنده اللي بدأ يؤثر على مختلف النمو وأدى إلى قصور في تفاعله، وبالتالي أثر على نواحي مختلفة، ده حصل سواء كان الاتصال الاجتماعي، سواء كان الاتصال ده لفظي او غير لفظي وهكذا. نيجي نشوف، ها خلينا نمشي على الباور بوينت عشان ما نسبقش الاحداث، وبعد كده الكلام اللي انتوا عايزينه، الاسئله بتاعتكم. نشوف اللي بعد كده. طبعا مع الثوره العلميه والمعلوماتيه المجتمع العربي بدا يتعرف على التوحد وطيف التوحد، مع قلة المتخصصين في المجال صحة الطفل بدأت الصحف والمجلات تكتب عن التوحد كتير، لكن بدأت تكتب ان التشخيص وحاجات تانية في بعض الاحيان هي مش صحيحة، وبدأت تخلي اسر الاطفال تجري في حلقات مفرغة من اليأس، وفي الاخر تنتهي الى اليأس مع الاجهاد الفكري والنفسي. طيب لو احنا جينا يا جماعه نشوف احنا مجتمعنا العربي بيتكلم عن اعاقه التوحد ازاي. احنا لما بنيجي نشوف الناس او بدايه اعاقه التوحد، احنا لما بدانا كعرب او كمجتمعات عربيه في الدول العربيه نتعرف على التوحد، التعرف الصحيح طبعا ما قبل سنه 1943 زي ما انا حكيت الدكتور لوكينر، كان موضوع التوحد بيتشخص على ان هو فصام، او بيتشخص على ان هو فقط من الامراض النفسيه. لكن سنه 1943 بدا يتحط له اسم. لكن المجتمعات العربية لما بدأت تتعرف على موضوع التوحد بدأت تعرفه في التسعينات، دي البداية، وممكن تكون كانت بتعرفه قبل التسعينات، لكن على ما وصل الاسم بتاعه وازاي بنتعامل معاه ما كانش عندنا القدرة على التعامل معاه زي بداية التسعينات، لأن أكبر شريحة من عينات الأطفال
الأطفال اللي اتسجلت في الوطن العربي كانت في التسعينات، بداية من عام 94 كده وانتوا طالعين بدأت العينة تكتر، وبدأ يبقى في أسباب كتيرة قوي لظهور هذه العينات، إما ارتبطت بأسباب وراثية أو ارتبطت بأسباب بيئية وعوامل تانية كتيرة جدا احنا ما كناش بنبحث فيها، لكن بعد ظهور الحالات وبعد دراستنا عليها وبعد الأبحاث والإجراءات اللي بدأت تتخذ مع هذه الحالات بدأنا إن احنا نتعرف على المشكلة فين بالظبط. تعالوا نشوف العلاجات او الاشياء اللي ممكن نستخدمها في علاج التوحد. طبعا انا بختلف مع كلمة العلاج، لان يا جماعة كلمة العلاج يعني انا بعمل عملية شفاء تام من الموضوع، لكن انا النهاردة بتكلم على عملية التأهيل. احنا عايزين نستبدل كلمة العلاج بكلمة تأهيل الطفل التوحدي. انا عندي طفل هيفضل عنده مشكلة، المشكلة دي هتفضل ملازماه ومتلازمة معاه وموجودة معاه طول حياته، انا ببتدي اوجد ابواب وطرق التأهيل المناسبة اللي انا اقدر اتعامل مع الطفل ده من خلالها في مراحل عمره المختلفة، سواء كان طفل سواء كان مراهق سواء كان شاب سواء كان كبير، كل مرحلة معينة انا ببتدي احط لها البرنامج المناسب اللي يتناسب مع حالة هذا الطفل. طرق العلاج المستخدمة، عايز اقول برضو حاجة، ان احنا كل ما نكتشف الموضوع مبكرا كلما كانت النتائج رائعة، كل ما نجيب الموضوع بدري كل ما كانت النتائج كويسة جدا. ازاي؟ يعني مثلا الام اللي اكتشفت ابنها ابو سنتين او اكتشفت ابنها ابو 3 سنين وبدأت ان هي تجيبه وتوديه وتلحقه بالمراكز المتخصصة، كلما كان التدخل مبكرا كلما كانت النتائج رائعة. وده مهم جدا ان من لحظة اكتشاف الموضوع نفسه ان الام تبتدي تلحق ابنها بالمراكز المتخصصة علشان نعمل له حاجة من حاجات التدخل المبكر. ده مهم جدا، ده مهم جدا ان احنا نتعامل مع الاطفال اللي هم المصابين بالتوحد بعملية التدخل المبكر، لان التدخل المبكر هيفيدني كتير جدا ان انا انمي مهاراتهم، ان انا اخليهم متواصلين، ان انا اقلل من المشكلة عندهم. في علاج جديد وده اعتقد هو مش جديد قوي، هو طبعا قديم يعني بقاله كتير بس بدأت الناس تتكلم عنه، تمام؟ هو بروتوكول الدان، وده عن طريق العلاج بالطب الحيوي، وده تم استخدامه في الولايات المتحدة الأمريكية وجاب نتائج كويسة جدا مع العديد مع الأطفال. طيب عندنا كمان بعض البرامج المهمة قوي اللي أنا بستخدمها في عملية التأهيل، ودي يمكن هنتكلم عنها المحاضرات الجاية بالتفصيل، زي برنامج التيتش اللي هو برنامج تعلم، اللي هو برنامج التعلم ده بيكون بيعلمه كل مهارات الحياه بتاعته بطريقه معينه على حسب قدراته وعلى حسب امكانياته وعلى حسب مستواه وعلى حسب الحاله او الاعاقه او المشكله اللي هو جاي لي بيها. برنامج بيكس ده برنامج التعلم من خلال تبادل الصور. انا قلت ان الطفل اللي قدامي ده ما عندوش تواصل لا اجتماعي ولا بصري ولا لغوي، تمام؟ فانا بحاول من خلال البرنامج ده ان انا اخلي هذا الطفل متواصل معايا واخليه يتواصل معايا من خلال الكروت والصور، وده ان شاء الله هنشرحه بالتفصيل. العلاج بالتكامل الحسي وده الاكثر انتشارا في الوقت الحالي، بحيث ان انا ببدا اتعامل مع الطفل ده على ان هو فاقد لكل انواع التواصلات، بقدر ببتدي انمي عنده الحواس او تكاملاته الحسيه من خلال غرفه معينه مجهزه فيها بعض الاشياء اللي بتنمي مهاراته الحسيه. العلاج بالتكامل السمعي وده برده من العلاجات المهمة اللي هم اللي بيستخدموها في الوقت الحالي للتعامل مع هؤلاء الأطفال. نيجي نتكلم عن أعراض التوحد. أنا لما اتكلمت قلت لكم في سمات التوحد، ويمكن قلت لكم منها عدم تواصل اجتماعي، قلت لكم عدم تواصل لغوي، قلت لكم عدم تواصل بصري، شخص تكراري بيحب يكرر كل حاجة، بيكرر العادات، له حركات تكرارية معينة، من الممكن ان هو يبني صف من المكعبات او يبني لعبة معينة وهو يقوم يطيحها على الارض او يكسرها على الارض دون النظر اليها. طبعا من الممكن يكون نشاطه زايد، من الممكن يكون نشاطه خامل، دي كلها من سمات الطفل ده، تمام؟ احيانا لما تيجي تنده عليه تحس ان هو اصم، لكن هو مش اصم، والدليل على كده حاجه مهمه جدا، كتير قوي من الناس الامهات لما بتولد ابنها اللي بيكون عنده مشكله او ان هو بيكون عنده
اعاقه التوحد. لما بيكون عنده المشكله دي الام بتاخده وتوديه لطبيب السمعيات ولطبيب التخاطب وتقول له ايه ده انا بنادي عليه كتير جدا لدرجه ان انا بحس ان هو مش سامعني. يا جماعه عشان نفصل في الموضوع ده احنا لازم ناخده نوديه لطبيب السمعيات اللي هو الايدولوجيست، ده الطبيب المختص اللي بيقدر يعمل اختبار سمعي للطفل ده علشان يقدر يقول لنا هو بيسمع ولا ما بيسمعش، عشان نقطع الشك باليقين في هذا الموضوع. وده بيكون احد اعضاء فريق التشخيص اللي احنا بنستعين بيهم في موضوع التوحد. طبعا انواع التوحد، طرق التشخيص طبعا عندي متعددة، يعني انا هتكلم دلوقتي عن الاعراض او عن الصفات بتاعت الطفل التوحدي، ودلوقتي هتكلم عن طرق التشخيص ازاي ان احنا بنبتدي نشخص. في البداية خالص انا حكيت الام اللي هي بتتجه الى الطبيب، الام اللي هي بتتوجه الى الطبيب التخاطب وبتكون مشكلتها محصورة في عملية الكلام، وقلت مش شرط اي طفل ما بيتكلمش راح لطبيب التخاطب ان هو بيعاني من التوحد، وقلت لكم ان هو ممكن يكون بيعاني من عدم التواصل الاجتماعي او الحصيله اللغويه الاجتماعيه اللي حواليه قليله، فهو بيكون في احتياج ان هو يتعامل مع ناس ويتكلم مع ناس علشان يحصل حصيله لغويه. لكن طبعا دكتور التخاطب او اخصائي التخاطب ده احد فريق التشخيص، هو واحد بس في فريق التشخيص، لكن انا لابد ان هو يكون معايا في التشخيص طبيب المخ والاعصاب والطبيب النفسي والاخصائي النفسي واخصائي التربيه الخاصه وبعض الاخصائيين اللي بيتم تحديدهم اذا كان الطفل بيعاني من التوحد مع اعاقه اخرى. هو ممكن التوحد يجي مع اعاقه اخرى، ممكن التوحد يجي مع اعاقه اخرى، وكتير قوي شفنا حالات من حالات الشلل الدماغي، الاطفال اللي هم بيعانوا من الشلل الدماغي، في ولاد منهم بيعانوا من التوحد، شفنا اطفال مكفوفين بيعانوا من التوحد، شفنا اطفال عندهم اعاقات تانيه مصحوبه بموضوع التوحد. وهنا بنتعامل مع كل اعاقه منهم على حده في التشخيص والتقييم ووضع البرنامج. طيب انا لما اتكلمت على طبيب التخاطب اللي الام وصلت له، لان هو ده الام بتروح بمشكله وبيطلع الطفل في بعض الاحيان عنده مشكله ثانيه. لما الام وصلت لطبيب التخاطب هو بيعمل له تقييم للغه، بيبتدي يشوف اللغه عنده شكلها ازاي، لو شاف بعض السمات الاخرى اللي طرقت عليه علشان يتاكد ان هذا الطفل توحد، لان التخاطب هو شق من البرنامج اللي هيتنفذ مع طفل التوحد. يعني التخاطب ده شق من البرنامج، جزء من برنامج هيتعامل مع طفل بيعاني من التواصل، من عدم التواصل مثلا اللغوي. طيب احنا خدنا الطفل ده وصحبناه معانا ورحنا للدكتور، الدكتور بدأ يحوله، حولناه ليه على طبيب المخ والاعصاب؟ احنا بنحول على طبيب المخ والاعصاب علشان نجري فحوصات طبية زي الاشعة المقطعية او التخطيط الدماغي، لازم نعمل دول علشان نتاكد ان الحاله العضويه للمخ سليم، ان مخه ما فيش فيه مشكله، او ان هو ما بيعانيش من نوبات الصرع، او ان هو ما عندوش بؤره صرعيه في المخ ومش محتاج علاج لهذه البؤره. في حاجه بس انا عايزه اتكلم عنها، عايزه افصل بينها، ما فيش حاجه يا جماعه اسمها كهرباء زياده، احنا بنتكلم ان في مصطلح اسمه نوبه الصرع. نوبه الصرع دي بتتقسم اما نوبه صغرى او نوبه كبرى او نوبه وسطى، لكن احنا لما بنيجي نتكلم على نوبه الصرع الصغرى بنقول عليها كهرباء زياده، ده مصطلح احنا كده بنستخدمه لكن هو مش صحيح. تمام، اللي يقدر يحط ادويه لنوبه الصرع او لو في مشكله في المخ، لما نطمن على حاله المخ ونعمل اشعه المقطعيه او نعمل التخطيط الدماغي زي ما طبيب المخ والاعصاب بيشوف، هو طبيب المخ والاعصاب اللي بيقدر يحط لي يقول لي المشكله هنا هو محتاج دواء او مش محتاج علاج لمنطقه المخ. مهم جدا 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 ان انا ما اديلوش ادويه ما تخصش الموضوع. علاج التوحد ليس علاج طبي دوائي، احنا بنستخدم العلاج الطبي الدوائي معانا كشق ومكمل، لكن اعتمادنا الاساسي في تاهيل طفل التوحد بيكون على التدريبات والبرامج اللي هنشتغلها معاه. لكن اهم حاجه في الموضوع ان احنا لازم ننجح مع الطفل ده ان احنا نقلل كميه الادويه اللي بتوصل جسمه. ومع اي طفل من اطفال ذوي الاحتياجات الخاصه اللي بيكون عندهم مشاكل وبيروحوا الاطباء، لازم ننجح ان احنا نقلل كميه الادويه اللي بتدخل اجسامهم من خلال التدريب، من خلال ان احنا ناكلهم اكلات صحيحه، من خلال ان احنا نتفادى دايما المشكلات اللي بتعرضهم لزياره الاطباء. لان احنا كان عندنا العرب عموما او المجتمعات العربيه عندنا دايما عندها مصطلح ان انت ما دام تعبان لازم تروح لاي دكتور تاخد ادويه علشان تتعالج، هو ده دي طريقه العلاج او هو ده طريقه التاهيل اللي كل الناس شايفاها. حتى اولياء الامور اول ما بيصدموا
في بداية الأمر إن عندهم طفل مصاب بالتوحد أو عندهم طفل عنده مشكلة، لما بيتجه للطبيب بيفتكر إن هو هيجد العلاج الجذري، وبيفتكر إن هو هياخد جرعة من الأدوية أو إن هو هيمشي مدة زمنية على الدواء ده، وفي النهاية هيكون في نتيجة بيحصلها لهذا الطفل. أنا مش ضد الأدوية، لكن أنا بتكلم إن لازم جرعات الأدوية تقل، لأن طبعا هي بتؤثر تأثير سلبي في بعض الأحيان على المخ والأعصاب لدى هؤلاء الأطفال. طيب رحنا لطبيب مخ والأعصاب، عمل أشعة مقطعية عشان يقدر. طيب إيه الفرق يا جماعة بين طفل يعاني من النشاط الزايد اللي هو هايبر اكتيفيتي، اللي هو نشاطه زايد بشكل فظيع، بيتحرك كتير جدا جدا، مش قادر اتحكم فيه، مش قادر اعمل عليه كنترول في حركته، وحركته زياده ودايما بيكسر وبيدمر وبيخرب حاجات كتير جدا حواليه، وبين اللي عنده نوبه صرع. الفرق واضح، دكتور المخ والاعصاب هيقدر يكتشف لو في نوبه صرع من حاله المخ نفسها، من عضو المخ نفسه. طيب لو في لو هو نشاطه زايد، لا، يتجه للطبيب النفسي اللي هو بيحط لي ادويه للنشاط الزايد، مع بيمشيني على برنامج متكامل في التغذيه وبرنامج رياضي وبرنامج دوائي، لازم الثلاثه دول يمشوا مع بعض علشان خاطر اقدر اتخلص من الحركه المفرطه. بيعانوا من نوبات الصرع، ومش كل اطفال التوحد بيعانوا من النشاط الزايد. من الممكن ان انت تكون قاعد مع حالتين توحد، كل ام بتحكي لك حاجة مختلفة، لكن الاتنين بيعانوا من التوحد، لكن كل واحد عنده اعراض تختلف عن الاخر. مش شرط كل سمات واعراض التوحد اللي انا قلتها دي تتجمع في طفل واحد، مش شرط، من الممكن ان يبقى عنده بعض السمات وطفل اخر لدي سمات اخرى. بعد طبيب المخ والاعصاب اتجهنا للطبيب النفسي عشان نشوف لو في نشاط زايد او في اي مشكلة يقدر هو يساعدنا بالادوية او بالبرامج الرياضية، او ان هو يدلنا على دكتور تغذية كويس يقدر ينظم لنا الغذاء بتاع الطفل ده علشان حركته ما تكونش زيادة. بعد كده اهم واحد في فريق العمل هو الاخصائي النفسي اللي هيقوم باجراء الاختبارات او اجراء المقاييس المهمة والمناسبة لطفل التوحد. لو انا جيت يا جماعة اتكلم عن الاخصائي النفسي، ده بني ادم مؤهل مدرب دارس علم نفس او دارس صحة نفسية، ده قادر على اجراء الاختبارات، بيقدر يعمل اختبارات. تمام، الاختبارات اللي هو بيعملها مهمة جدا جدا بالنسبة لنا، لان هو بيقدر يكتشف لنا موضوع التوحد وبيأكد عليه. طبعا بيجمع اراء فريق العمل، مع ان هو بيعمل جلسة مع الام والطفل، وبيبتدي يعمل اختبار للطفل. في اختبار متعارف عليه تقريبا كل العالم العربي بيستعمله، هو مقياس الكارز او اختبار الكارز. تمام، ده احنا بنستعمله غالبا في مصر، او بيتم استعمله بعض الدول العربية، لكن برضو في اختبارات تانية بتحل محله زي اختبار الجيليم اللي بيستخدموه في الاردن. تمام، قياس البيب 3 في اكتشاف الموضوع احنا نقدر نقيس درجة التوحد. طيب احنا بنستفيد ايه دلوقتي لما بنقيس درجة التوحد؟ انا بقدر دلوقتي اتعرف هل الحالة اللي قدامي او الطفل اللي قدامي اللي خلاص اصبح مصاب بتوحد. انا هتكلم لو انا دلوقتي بقيس درجة التوحد بمقياس كارز. تمام، اولا مقياس كارز ده هو من 5 بنود، طبعا اللي يقدر يشرحوه احسن مني وافضل مني انا هقول عنه نظرة عامة، لكن اللي يقدروا يشرحوه احسن مني وافضل مني هم الاخصائيين النفسيين. طبعا هو بيتكلم عن 5 بنود، التعبير الجسدي، التعبير اللغوي، التواصل، حاجات كتير. كل بند من دول في مجموعه من الاسئله بيتم سؤالها للام، اللي ينفع يتسال للام، اللي ينفع نجربه مع الطفل عملي بنجربه مع الطفل عملي، في النهايه بندي درجه. بنقسم بقى الموضوع، في اطفال ممكن تحصل على درجه بسيطه من الموضوع، دول اللي احنا بنسميهم سمات التوحد، اللي عنده سمات الموضوع، وده اللي احنا بندخل في تعديل سلوكه وبندخل في تعديل المشكله عنده. وفي اطفال بيبقى عندها مش سمات الموضوع، ده الدرجه المتوسطه، وفي اطفال بيبقى عندهم الدرجه السيفير او نوع التوحد، لازم الاخصائي النفسي ده يكون عشان يجري الاختبارات. انا بكرر الاختبار ده كل 6 شهور بعد الشغل مع الحاله او الشغل مع الطفل ووضع البرنامج، علشان اقدر اشوف انا ماشيه معاه صح وبجيب معاه نتائج ولا لا. طيب
الحاجة بقى الكويسة جدا في الموضوع ان احنا بقى بنبتدي دلوقتي نحدد بقى فريق العمل الباقي اللي معانا، بنجيب اخصائي تنمية المهارات يعمل التقييم بتاعه، بنجيب اخصائي النطق والكلام يعمل التقييم بتاعه، كل واحد من دول بنجيبه نقيم حالة الطفل اللي هو جاي لنا عليها ايه، علشان نعرف البداية بتاعتنا هتكون ازاي والبرنامج بتاعنا هيكون ازاي، وكل واحد مننا هيبقى عنده ان شاء الله باذن الله دور هيؤديه مع هذا الطفل او مع هذه الحالة. بعد ما عملنا عملية التشخيص الدياجنوز وبعد كده عملنا عمليه كلاسيفاينج اللي هي عمليه التصنيف، تمام، بدانا ان احنا نشتغل مع الطفل او نشتغل مع الحاله اللي قدامنا بطريقه صحيحه وبطريقه جيده علشان نقدر نتوصل ازاي نحل مشكله هؤلاء الاطفال اللي هم مصابين. طيب لو احنا جينا نتكلم بقى عن انواع متلازمات التوحد، شوفوا يا جماعه كلمه متلازمه طول ما احنا بنشتغل في مجال التوحد هنسمعها كتير جدا، تمام، لان طبعا الف ب العمل في مجال التوحد، انا عملت عمليه دياجنوز تشخيص، بعد كده عملت عمليه كلاسيفاينج اللي انا هكلم عنها تصنيف، بعد كده قلت بقى الولد ده توحد نوعه كذا او توحد اسمه كذا، ده مهم جدا ان انا احدد الاسم، لان كل واحده من دول بيبقى لها حاجات معينه. لو انا جيت اتكلم على التوحد التقليدي، التوحد التقليدي ده الاعراض العاديه اللي انا قلتها، ما عندوش تواصل اجتماعي، ما عندوش تواصل بصري، ما عندوش تواصل لغوي، تكراري، ممكن يعاني من نشاط زايد، ممكن يعاني من نشاط خامل، ينجذب انجذاب غير عادي للاشياء التافهه، يتعلق باشياء غريبه وبيفضل متمسك بيها وصعب جدا تغيير هذا الروتين، طفل يعاني من انعدام التخيل، ما عندوش تخيل. من الحاجات الخطأ اللي دايما في كتير جدا من الناس بتقع فيها، حاجات خطأ كتير قوي في الشغل الناس كتير جدا بتقع فيها، ان انا اجي اقول ان الطفل ده كذا كذا كذا، لا، الطفل ده ما عندوش خيال، انا بعمل له على بناء هذه المخيلة. لحد الان احنا مش عارفين هي عملية الخيال عنده فين، يعني في طفل انت ممكن تنفذي معاه برنامج من اطفال التوحد ينفذوا معاكي حالا اللي انت عملتيه ده ينفذوا حالا، وفي طفل تاني انت تنفذي معاه دلوقتي ممكن بعد سنه بعد اتنين بعد ساعه بعد ثلاث ساعات بعد شهر بعد شهرين يعمل اللي انت عملتيه على موقف فعلا مناسب للشيء، وممكن ما يوظفوش على شيء على الموضوع من نفسه. فعشان كده موضوع التخيل ده لازم ان احنا نبني المخيله لدى طفل التوحد. العمل مع اطفال التوحد مش صعب، لكن العمل معاهم محتاج تركيز، محتاج نمشي بخطوات سليمه، محتاج نتعلم اكتر ونقرا اكتر علشان نقدر نوصل لنتائج كويسه جدا مع هؤلاء الاطفال. ده اعراض التوحد التقليدي او المتعارف عليه، الاعراض العاديه اللي احنا لو شفناها حتى لو بمجرد النظر نقدر نقول توحد، لكن نصيحه محدش يقول لوحده توحد، لازم فريق العمل كله يقرر. طب في ناس تقول لي مثلا احنا مثلا عندنا مثلا في اماكن احنا واحد بس مجرد ان هو يشوف الحاله يقول ده توحد، ده مش صح، لازم فريق العمل، يعني حتى لو انا في مكان بتاعي مش مؤهل او المكان بتاعي بيشتغل جلسات بس، بيشتغل تنميه مهارات بس، بيشتغل جلسات تخاطب، بيشتغل حاجات على القد، تمام، على الاقل خالص ابقى انا عارفه الخطوات الصحيحه حتى لو هحول الطفل بره المركز، يعني لو انا مثلا هحول الطفل على طبيب مخ واعصاب انا اعرفه، هحول الطفل على طبيب نفسي انا اعرفه، هعمل له بقيه التقييمات عندي، ده رائع، ده مهم جدا، لكن ما ينفعش ان انا اشتغل ويكون الطفل عندي بيعاني من النشاط الزائد واجي اشتكي اقول ايه؟ والله ده الولد طول الجلسه بيجري وبيتحرك كتير، المشكله مش عند الولد، المشكله عندك انت ان انت ما استعنتيش بزميلك في فريق العمل الطبيب النفسي اللي يديله جرعه بسيطه من الدواء اللي تقلل، تمام؟ اللي تقلل نشاطه، مع ان حضرتك او حضرتك في اثناء الجلسه لازم تستخدم نشاط حركي مع الطفل ده علشان خاطر هي دي الطريقه اللي هو يتعلم بيها. فلازم ان احنا نكون مركزين في الحاله، في الدرجه اللي هي عليها، في المشكله بتاعتها، مين في فريق العمل لازم استعين بيه فعلا علشان اقدر اشتغل الجلسات، وايه الحاجات اللي انا لازم اكملها مع الطفل. بالنسبه للتوحد التقليدي العادي اللي احنا لو اي بني ادم في الدنيا شاف سمات. متلازمه اسبرجر، كلمه متلازمه عشان هنسمعها كتير، هي مجموعه من الاعراض، زمله من الاعراض او مجموعه من الاعراض، تمام، بتشترك مع بعضها البعض، هي مجموعه من الاعراض اشتركت مع بعضها البعض في مجموعه سمات، فعلشان كده احنا سميناها متلازمه، لان هي كلها زي بعضها بتنتمي لحاجه واحده، يبقى كلمه متلازمه بقت معروفه بالنسبه
هنسمع متلازمة أسبرجر، هنسمع متلازمة ريت، هنسمع كلمة متلازمة دي كتير جدا علشان الناس ما تستغربش لما نقول كلمة متلازمة يعني ايه. متلازمة أسبرجر أنا بسميها دي أخف أنواع التوحد، ويمكن ناس كتير جدا مننا ويمكن ناس كتير جدا قاعدة معانا ممكن يكون عندها الموضوع. متلازمة أسبرجر احنا كنا زمان زمان قوي كده من 20 سنة أو من 15 سنة يبقى في واحد زميلة كده في المدرسة أو واحدة زميلتك كده في الفصل تقولي عليه ايه، دي انطوائية، دي منعزلة، دي ما بتتكلمش كتير، مش اجتماعية، ملهاش علاقة بحد، تمام؟ مش شرط الكلام اللي أنا بقوله ده ينطبق إن هو فعلا يكون متلازمة التوحد أسبرجر، لكن أسبرجر أو متلازمة أسبين دول بيعانوا من عدم التفاعل الاجتماعي. هم موجودين لو انت اتكلمت معاه يتفاعل معاك، لكن الكلام على قد الحوار، مش متفاعل اجتماعيا بالدرجه اللي تخليه متفاعل ومتواصل مع كل الناس وقادر ان هو يؤدي معاهم بكفاءه التفاعل الاجتماعي اللي احنا متعارفين عليه. اسبرجر بيميلوا في اقوال بتقول او كلام بيقولوا، فعلا الدراسات دي اتاكدت لما شفنا مجموعه من الناس اللي هم اسبرجر، هم بيميلوا الى دراسه الهندسه، دراسه طب الاسنان، دراسة المحاسبة والتجارة والمعاملات والنقود، هم دول أسبرجر، الناس دول بيميلوا لكده. علاقاتهم الاجتماعية مو كتير لكن اللغة موجودة عندهم، تحس ان هو كنا دايما نقول عليه الانطوائي المنعزل اللي هو دايما في جنب. ناس كتيرة جدا تعاني من هذه المشكلة لكن هي مش خطيرة وما بتشكلش المشكلة الكبيرة جدا لدى هؤلاء الأطفال. فعلشان كده أسبرجر هي أخف متلازمات التوحد لأنه بيقدر يتواصل مع الناس لكن ممكن تواصله يكون محدود، بيقدر يتفاعل مع الناس لكن التفاعل بتاعه بيكون محدود. عند ممثلين ومشاهير بيعانوا من التوحد وبيعانوا من أسبرجر، فعندكم توم كروز لو انتوا شفتوه مثلا كان في الفترة الأخيرة بيعمل فيلم في دبي، لو انتوا شفتوه في المؤتمر الصحفي مش قادر يواجه الكاميرا، ما عندوش تواصل بصري، التواصل البصري بتاعه قليل. يعني مش شرط التواصل البصري إن أنا مش قادر أبص في عينيكي وأركز وأقول لك نامي، لا مش هو ده التواصل البصري. التواصل البصري اللي هو ايه؟ اللقاء بتاع العين للعين، قدرة العين على الانتظار ان هي تقابل العين التانية وتقدر ان هي تتواصل معاه، ده من التعبير حتى الجسدي ان الواحد يقدر يتفاعل او يتواصل بالشكل ده، هو ما عندوش القدرة على كده. دل على كده حاجة لو احنا شفنا توم كروز لما الكاميرا بتيجي تصوره، اما بتصوره بالجنب او ما بيقدرش يواجهها ودايما وشه بيكون منخفض عن اتجاه الضوء. او ده كده بالنسبة لمتلازمة أسبرجر، وطبعا اللي هيقدر يحددها طبعا مع التشخيص ومع التقييم، في النهاية خالص التقرير بيوصل مكتوب فيه الحالة بتعاني من ايه، متلازمة ايه بالظبط، الموضوع بتاعها شكله ازاي، تمام؟ فبنقدر نعرف الموضوع. بعد كده اضطراب ريت او متلازمة ريت، دي من اخطر متلازمات التوحد، دي متلازمة خطيرة جدا، مشكلة كبيرة جدا بيعانوا منها الاشخاص او الناس اللي هم التوحديين. وريت بقت متكررة وبقت منتشرة، أنا اتعاملت كتير جدا مع حالات ريت، ويمكن اتعاملت مع حالتين أختين توأم كانوا بيعانوا من متلازمة ريت، وحالات تانية كتيرة جدا بتعاني من ريت. ريت احنا بنتكلم عنها هنا، يعني أنا أقول على هحكي على حالتين مختلفتين، حالتين متدهورين وحالة مرتفعة جدا من ريت. هنقول السبب هنا في التدهور إيه والسبب هنا في الارتفاع إيه. لو انا جيت اتكلم يا جماعه عن متلازمه ريت هتكلم ان هي اضطراب الطفولي اللي هو العمليه الانتكاسيه تماما من موضوع التوحد. الطفل بيبقى عادي جدا ما عندوش اي مشكله، هي المشكله عندنا في التوحد ايه يا جماعه؟ المشكله عندنا في التوحد ان كل الناس لما تيجي تتكلم، الام لما تيجي تروح للدكتور تقول له ابني كان كويس، ابني والله كان بيبص في عينيا وكان بيضحك لي وكان عارفني وقال لي ماما وقال بابا وقال جمله من كلمتين واتكلم كتير قوي وفجاه قطع كل تواصلاته، اتقطعت تماما. طفل التوحد ما بيتولدش ان هو كده فجأة بقى كده، كتير جدا من الامهات قالت ان اولادهم كانوا متواصلين وما كانش عندهم مشكلة، وده غريب جدا وده صح فعلا ان هم كانوا فعلا مولودين ما عندهمش اي مشكلة ومتواصلين ومفيش اي مشكلة، لكن بدأت الاضطراب النمائي عندهم او مشكلة التوحد عندهم تتأكتف اكتر وتظهر اكتر وتبقى الاعراض بتاعتها اكثر وضوحا واتضاحا في عمر السنتين اللي هم بعد الولادة. طيب لو احنا جينا نشوف متلازمة ريت، هي متلازمة صعبة من متلازمات التوحد، يمكن كتير قوي من الناس يقولك الامل فيها ضعيف وان في وقت من الاوقات ان الحالة دي تتوفى او كلام زي كده. طبعا الاعمار بيد الله سبحانه وتعالى، ولو احنا اتكلمنا عن كل حالة ان هي ميتة يبقى احنا مش هنشتغل ومش هنعمل اي مجهود ومش هنبذل اي جهد، لكن انا بقول ان انا شفت حالات من موضوع ريت ده، في حالات كانت جايبة نتائج، ده بيتوقف على حسب الحالة نفسها ودرجة الاصابة والمشكلة اللي عندها.
اولا هي متلازمه ريت كان في مقوله خاطئه زمان بتقول ان هي بتصيب البنات. لا الكلام ده مش صح. متلازمه ريت هي بتصيب البنات وبتصيب الولاد، لكن هي اسمها متلازمه الخلل الكروموزومي او المشكله الكروموزوميه، انا بسميها كده لان هي بتصيب الكروموزوم لدى الشخص او لدى الطفل. تمام؟ متلازمه ريت لما تصيب الولد يتوفى. فعلا دي حقيقه. وعلشان كده ما كانوش بيكتشفوها بسهوله، كانوا بيكتشفوها بصعوبه في الولاد، بداوا كانوا دايما بيشخصوا الولاد اللي بتجيلهم الاعراض والحاله دي على ان هم اصيبوا بالالتهاب السحائي وتوفوا فجاه. تمام؟ لكن هو ما كانش بيبقى التهاب سحائي، وكان بيبقى متلازمه ريت. هي اولا اعاقه تصيب الولاد والبنات، هي الطفل بيبقى عادي جدا، فجاه تتدهور كل مهاراته وكل ما اكتسبه من مهارات، فجاه كل مهاراته اكتسبت، كان بيقدر يشيل الكوبايه بايديه فجاه دي اتدهورت، ما عادش بيقدر يشيل بايديه، كان بيمشي فجاه بدا يحصل له خلل وبدا ان هو يقع وبدا ان هو ما يبقاش مركز وبدا فجاه بدات عينيه ما يبقاش بيشوف، درجه حرارته بدات ترتفع، بدا ينام، بدا يدخل المستشفى، بعد اسبوعين ثلاثه بدا يتوفى. خلاص مات، مش بدا خلاص وتوفى فعلا. تمام؟ متلازمه ريت لما تيجي للبنت، البنت تعيش وتكمل حياتها لكن حالتها متداوره، لكن بعد التدريب وتنميه المهارات بتبدا حالتها تبقى كويس. هو هنا بيحصل يا جماعه ان الكروموزوم، البنت عندها ربنا سبحانه وتعالى يعني حمل الانثى باثنين كروموزوم، لكن الذكر عنده كروموزوم واحد. الفيروس ده لما بيدخل او المشكله هنا لما بتيجي في الكروموزوم بتدمره. فهي بتدمر الكروموزوم عند الذكر، فعلشان كده كل مهاراته بتتدهور وبيتوفى بعد اسابيع معينه او بعد فتره بسيطه جدا من الموضوع. علشان كده كان بيتم تشخيص الموضوع على ان هو التهاب سحائي او بيشخصوه بشكل معين، ومحدش كان بيوصل ان هو الولد ده توحد ريت لان حالته اتدهورت بسرعه جدا ومات. والاعراض الطبيه الاكثر وضوحا في خلط في التشخيص ان هم شايفين ان هو كده، فهو سحائي فمات، فهم مش شايفين ريت دي خالص، ومش فاهمين لان موضوع التوحد اللي عمل فيه شويه لسه مش متطور وصعب، ومحدش يعني بالنسبه لاطباء الاطفال، هو طبيب اطفال لكن هو ما يعرفش في مجال التوحد والمجالات دي، خبراته فيها مش الخبرات العاليه او الخبرات الكبيره. وده برده من القصور اللي لازم الناس في الجوانب الطبيه او طب الاطفال تبدا تدرس فيها، ولازم يدرسوا فيها في كل الجوانب، سواء كانت تغذيه، سواء كانت مخ اعصاب اطفال زي دول، سواء كان مثلا التهابات او حاجات زي كده، لازم يبداوا يدرسوا في الموضوع ده لان المواضيع دي مهمه جدا. الحاله بتروح عندها مشكله وبتشخص بطريقه تانية، وهنا مش الخطا على الطبيب لان المعلومات مش مجدده، او في كليه الطب ما بيدخلوش الحاجات دي بفاعليه زي الامراض التانية. البنت عندها اتنين كروموزوم، فلما يتدمر عندها كروموزوم تقدر تعيش بالكروموزوم الثاني، لكن مهاراتها فيها خلل وفيها مشاكل وعندها مشكلات، احنا بنقدر نساعد. انا اتعاملت مع حالتين، كانوا بنتين توأم، كانوا متلازمه ريت ومكفوفين، كانوا متدهورين جدا جدا جدا، لان طبعا كان عندهم بيعانوا مع كف البصر كمان، مع اعاقه حركيه، شلل تقريبا كامل، وموضوع متلازمه ريت، فكان الشغل معاهم صعب جدا. وطبعا لان احنا ما عندناش اماكن متخصصه متكامله تقدر تاخد كل موضوع منهم على حده، فطبعا كان في قصور في الشغل معاهم، فكانت النتائج معاهم محدوده او معدومه. وكان في حاله ها كويسه والحاله الثانيه أسوأ، طبعا الشغل معاهم ما كانش النتائج اللي هي مرضيه. على النقيض من حاله ثانيه لطفله كانت عايشه في الولايات المتحده الامريكيه، كانت بتعاني من ريت لكن بدأوا معاها بدري، تم التدخل في حالتها بدري، ما كانتش متدهورة زي الحالتين التانية، كانت بتعاني من ريت لكن ما عندهاش، مش معاها إعاقات تانية، ما معهاش إعاقة حركية ولا إعاقة بصرية. تمام؟ كانت بنت كويسة جدا، رائعة، البنت ما شاء الله، حتى بيعلموها ما عندهاش تواصل لغوي، لكن بدأوا يتعاملوا معاها ببرنامج حتى لغوي كده زي البارل توك، زي الموبايل، إن هي متواصلة معاهم، ولما تكون عايزة حاجة جهاز ناطق على الموبايل بتكتبها، والموبايل بينطق بيحل محل الكلام عندها. ده كان رائع جدا جدا، دي كانت حاله متقدمه وحاله رائعه من الحالات اللي انا شفتها بتعاني من ريت. ده دليل على ان لو في امكانيات او احنا عندنا قدره على العمل، او ان احنا حددنا المشكله بشكل صحيح، ان احنا ان شاء الله ما عندناش مشكله مع هذا الطفل. اضطرابات النمو الشامله اللي هي بتيجي بقى شامل بقى، عنده كل الاعراض اللي احنا حكيناها دي وعنده كل المشاكل. اضطراب التحطم الطفولي او الانتكاس الطفولي او اضطراب التفككي، ده احد الاضطرابات الجديده في موضوع التوحد. بيقولوا ان موضوع التوحد او الاضطراب التفككي يا جماعه ده في سائل في العمود الفقري،
ده بينشف لدى هذا الطفل. كل ما السائل ده ينشف او يجف تبتدي الحركه بتاعته تتاثر، تبتدي اللغه عنده تتضرب، يبتدي يحصل له تدهور في المهارات بتاعته. ده كده نبذات عامه عن موضوع التوحد. طيب انا كده تقريبا كده اتكلمت بشكل عام النهارده عن موضوع التوحد، والمحاضرات الجايه ان شاء الله يكون عندنا وقت اطول ان احنا نتكلم. لكن انا عايزه بقى ان شاء الله كده نستقبل الاسئله بتاعتكم، انا مش هخرج غير لما اجاوب على كل سؤال بالنسبه ليكم ان شاء الله. مفيش اسئله ولا ايه؟ طبعا احنا عندنا اسباب كتيره جدا. استاذ محمد بيسال بيقول اسباب ظهور المرض عند العرب تحديدا في التسعينات، ولماذا لم يكن موجود من قبل؟ لا هو كان موجود من قبل لكن التشخيص بتاعه كان خطأ. يعني دايما كانوا بيشخصوا التوحد على ان هو فصام او ان هو من الامراض النفسية، وما كانش فيه التشخيصات الدقيقة زي دلوقتي. التسعينات بدأت العملية تنتشر لان في اسباب يمكن انا هتكلم عنها المحاضرة الجاية. منطقة الخليج العربي بالتحديد في حاجة اتعملت، دراسة اتعملت لكن صحتها لسه مش عارفين. تمام. الحاجة الدراسة اللي اتعملت ان هم قالوا ان فترة حرب الخليج، انا عايز اقول بس على حاجة ان اطفال التوحد ممكن يكون عندهم مشكلة شوية غيرنا، ان هو هؤلاء الاطفال، لا مش التكنولوجي بس، مش التكنولوجي بس. حرب الخليج لما اتعملت اتعملت بالبترول، تم حرق البترول في حرب الخليج وبدأ يحصل تلوث بيئي. ولو تفتكر اتقال في نشرة الاخبار زمان قال لك ان الاضرار لن مش هتظهر غير في السنوات اللي هي المقبلة على الاطفال. عايز اقول يا جماعة ان سبب في بحث، في دكتور اسمه بوطار من الامارات له طفل اسمه عبد العظيم بيعاني من التوحد. الراجل ده بيشتغل في مختبر في المانيا، في تحليل معين كده بيتعمل لاطفال التوحد عشان نشوف نسبه المعادن. احنا كلنا في اجسامنا في حاجه اسمها المعادن الثقيله. احنا انا عندي حديد وعندي وعندي كالسيوم، عندي رصاص وعندي زئبق، كل الحاجات دي نسب موجوده في جسمي واجسامكم كلها. تمام. النسب اللي موجوده في اجسامنا دي كلها يا جماعه دي لها نسبه معينه، احيانا بتزيد عند اطفال التوحد، ممكن ترتفع نسبه الرصاص والزئبق. اذا ارتفعت هذه النسبه تعدم التواصل لدى هؤلاء الاطفال. تمام. فبدات الدراسه تتعمل على ان ممكن يكون الاثر في موضوع التسعينات وزياده التلوث البيئي. حتى لو انت جيت تشوف مثلا، انا مش بتكلم عن التلوث ان هو ممكن يكون سبب، في اسباب وراثيه دلوقتي. تمام. في اسباب كتيره جدا بدا الموضوع يتزايد وينتشر، من ممكن يكون المشاجرات الزوجيه بين الازواج، في اسباب تانية احنا كنا بنعتبرها زمان دي رفاهيه او اسباب صغيره جدا المفروض ما نتكلمش فيها، ويعني من الناس كلها بتتخانق وناس بيحصل لها، لكن ثبت فعلا ان ممكن تكون من الاسباب الرئيسيه في الموضوع ده. فلو احنا حللنا نسبه الرصاص والزئبق كانوا لما حللوها في الاطفال اللي هم كانوا في منطقه الخليج بالتحديد فتره بعد حرب الخليج، لقوا ان نسبه الرصاص والزئبق مرتفعه عند هؤلاء الاطفال. فلما لقوا نسبة الرصاص والزئبق اللي مرتفع عند هؤلاء الأطفال بدأوا إن هم يدوهم أدوية عشان تظبط عندهم النسب دي فتتعادل فيتحسن التواصل عندهم. مش الكيمياء، مش تصنيع الأسلحة أو الموضوع كيمياء. طب أنا أقول لك على حاجة، لو إحنا جينا نتكلم في منطقة القاهرة الكبرى فيها أكبر تكتل من أطفال من مراكز أطفال التوحد، ولو لقينا اكبر عينه من الاطفال اللي بتعاني من مشكله التوحد هنلاقيهم ساكنين جنب مصانع الاسمنت في طرى الاسمنت مثلا. انا بقول على سبيل المثال على عينه لكن مش ده السبب الرئيسي والوحيد. انا هتكلم عن الاسباب المرات الجايه ان شاء الله، لكن ده دي كده بعض الاسباب لكن مش هو ده السبب الرئيسي والوحيد. ولحد الان لحد الان لحد الان احنا ما عندناش سبب قاطع لحدوث موضوع التوحد. ولحد دلوقتي الاطباء نفسهم متخصصين في الدول المتقدمه زي المانيا وامريكا بيعملوا ابحاث ودراسات عشان يقدروا يتفادوا الموضوع من الاجنه نفسها. طيب انا هشوف الاسئله لان الاسئله بقت كتير قوي. ثواني بس هرجع بعد الاستاذ محمد ما كان بيسال السؤال بتاعه، لان انا اعتقد ان جالي 100 سؤال بعدها يعني. فمعلش نستنى كده عشان نبقى احنا ايه عارفين الاسئله. طب انا جاوبت على كل سؤال عشان ما حدش يقول ان انا ايه نسيت سؤال ولا حاجه. ايه اللي حصل؟ في سؤال جاي لي بيقول لي الجلسات العلاج فرديه ام جماعيه؟ اولا يا جماعه جلسات العلاج اي علاج هي اسمها جلسات التاهيل. احنا عايزين نغير الكلمه. انا دايما انا مش ضد كلمه
العلاج. لكن انا النهارده لما بقول كلمه العلاج لولي الامر المبتدئ اللي لسه جالي او لاي حد لسه جالي، يبقى انا كده بضحك عليه. انا بعمل عمليه من التاهيل، انا كل مرحله من مراحل الطفل ده انا بعمل له تاهيل، تمام؟ طب حد يقول لي طب ما ممكن يكون طفل عنده حالته بسيطه وهيتعالج او هيجيب نتيجه. مش هيتعالج، هو هيتاهل بدرجه اعلى وبشكل مرتفع عن زملائه اللي هم بيعانوا من نفس الحاله لكن عندهم مشكلات اكتر. طب الجلسات جماعيه ولا فرديه؟ جلسه الطفل التوحدي انا بعملها بشكل فردي في البدايه، لكن في بعض الانشطه وبعض الحاجات لو انا احيانا بخليها جلسات جماعيه، لان انا احيانا بهدف الحاجات ده يتوقف على حسب البرنامج اللي مرسوم للطفل اللي قدامي. بالنسبه لسمات التوحد حضرتك، هل يصحبه نشاط زايد وشتت انتباهه وفقدان تواصل بصري، وما الفرق بينه وبين التوحد التقليدي؟ يا جماعه سمات التوحد، انا النهارده بقول سمات يعني مظاهر، المظاهر العامه. طيب لما جيت اقول ايه الفرق بينه وبين التوحد التقليدي، قلت يصحبه نشاط زايد، ممكن يصحبه نشاط خامل، ما يكونش نشاطه زايد، يكون قاعد في جنبه ما بيتحركش كتير، لكن في احد بعض عينه تانية بيصحبها نشاط زايد وتشتت انتباه وفقدان تواصل بصري. طب ايه الفرق بينه وبين التوحد التقليدي؟ انا دلوقتي بتكلم في المظاهر العامه، ممكن تكون كذا وكذا 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 وكذا. طيب التوحد التقليدي، التوحد التقليدي بقى ده لما انا جيت شخصت، تمام، قلت ده توحد تقليدي لان عنده السمات العامه، ما مش ريت، مش زي ريت بيحصل له تدهور وفقدان في الكروموزوم او بيحصل له كذا وكذا وكذا وكذا، تمام. فهو انا لما اجي مثلا اقول لك مثلا ايه، مجرد الام دخلت عليك النهارده وانت تخاطب او مهارات وشفت كده حاجه غريبه على الواد، فبلاش تسالي الام، قعدت تقولي لها المظاهر العامه بيحصل له كذا بيحصل له كذا بيحصل له كذا بيحصل له كذا، انت كده جمعتي معلومه ان هو ايه ممكن يكون توحد. انما بعد ما عملناه التشخيص خلاص بقى يتحدد، لو هو عنده مظاهر العامه خلاص بقى توحد تقليدي، دخل في حاجه تانية من ريت او حاجات تانية اللي انا قلتها هيبقى كده، تمام. اريد ان اتخصص في هذا المجال، هل دراستي في علم النفس هتفيدني؟ هتفيدك جدا، لكن لازم ان شاء الله نعمل تعمل دورات وتقرا كتير عشان الموضوع يبقى كويس معاك. في طفل عنده اطياف توحد، ما الفرق بينه وبين التوحد التقليدي؟ حضرتك قولي لي ايه الاطياف بالظبط وايه الحاله وايه العمر عشان اقدر احدد لك، لان طبعا لو الموضوع مفتوح اوبن كده انا ممكن اديك اي اجابه عامه مش هتفيدك. بالنسبه للاضطراب التطوري الشامل، هل يعد نوع من انواع التوحد؟ طبعا نوع من انواع التوحد، ممكن يكون عندي اضطراب التطوري كله وقف، كل ده وقف ليه؟ لازم نعمل ابحاث، نعمل دراسات ونحدد. لو اختبار الكارز او اي اختبار من اللي انا قلتهم دول، لو اختبار الكارز او اي اختبار من اللي انا قلتهم دول تمام، سواء كان الجيليوم او الديب 3، طلعوا لي نسبه توحد، اذا هو توحد ولازم ان احنا نعالج الاضطرابات النمائيه الشامله اللي حصلت. لماذا لا يفضل اطفال التوحد استخدام اللغه رغم البعض منهم قد يكون لديه لغه ولا يفضل استخدام؟ هو مش بيفضل على فكره حضرتك، هو مش بيفضل استخدامها او ما يفضلش استخدامها. اولا انا عايز اقول على حاجه، لو احنا بقى هنعمل شغل صح بيرفكت 100% يبقى انا لازم هفحص جهاز النطق والكلام عنه. في معلومه مهمه انا مش بسيء بيها لحد، لكن انا دايما بقول ايه، احنا عايزين نفرق بين اتنين، بين طبيب التخاطب اللي هو خريج كليه الطب وبين اخصائي التخاطب او اخصائي النطق والكلام. طبعا اطباء التخاطب تمام ده ممكن يساعدني ويعاونني في عمليه الفحص بتاعه الحنجره والجهاز النطق والكلام عنده وكله تمام وسليم، لكن في بعض الاحيان في اطباء ما بيشتغلوش مع الحالات دي بايديهم وبيرجعوا لاخصائيين، لان الاخصائي شويه التربوي بيبقى عنده طول البال، بيبقى شويه بيطول باله بيشتغل اكتر، بيبقى عنده وقت اكتر. لكن الطفل ده مش هو عنده لغه، مش هو عنده لغه ومخبيه. طب ما اللغه اللي هو مخبيها حضرتك تقصد ايه؟ اللغه اللي هو مخبيها، هو مش مخبي لغه، هو عنده بقايا لغه او عنده بعض الكلمات البسيطه او بعض المقاطع الصوتيه اللي هو بيعبر بيها، لكن انت مش قادر تكون منها لا جمله مفيده ولا كلمه مفيده، تمام. انت بتحاول تتواصل معاه لغويا. وعايز اقول على حاجه يا جماعه، اذا وصل طفل التوحد لعمر 8 سنوات وانت مكثف معاه جلسات التخاطب، حاول تدور على بدائل غير لفظيه علشان تكسب التواصل بتاعه، لان انت لو فضلت مركز على الجانب اللغوي الله اعلم الجانب اللغوي ده هيجي امتى. ولحد الان طفل التوحد الناس اللي بتقول لك طب في برامج زي برامج كذا اللي هي تبادل الصور وبرامج من خلال الاشارات، طب ما انا كده بحوله الاصم. انت مش بتحوليه الاصم، انت بدل ما هتسيبيه مرمي او بدل ما هتسيبه مركون في جنب، انت هتخليه يتواصل بطريقه تانية غير لفظيه، تواصل غير لفظ لفتره مؤقته، اما ان هو يستعيد اللغه واما لا قدر الله ما يستعيدش اللغه. وعايز اقول ان في اطفال فقدوا اللغه، يعني انا كنت اعرف طفل توحدي كان عنده 3 سنين بس هو ما شاء الله مهاراته عاليه وذكي جدا، فقد اللغه وهو عنده سنتين، لمده سنتين، وهو عنده 4 سنوات ونص رجع اكتسب اللغه تاني وبقى
تمام جدا جدا جدا. 5 سنوات من العمر، ده سؤال الطفل، وفي تشتت انتباه ونشاط زايد وعدم تواصل بصري وتأخر وجود بعض العنف، ايه الاختبارات اللي اتعملت؟ ايه الاختبارات اللي اتعملت له؟ 5 سنوات تشتت انتباه، لان الكلام اللي حضرتك بتقوله ده عدم تواصل بس تاخر، عملت له اختبارات؟ عملت له فحوصات معينه عشان في النهايه نوصل للكلام ده؟ قول لي ايه الحاجات اللي انت عملتها علشان اقدر ادي لك الحل التمام او الحل السليم، لان ممكن الاعراض اللي حضرتك بتقولها لي دي تتشابه مع متلازمات تانية ما تنتميش للتوحد لكن هي متشابهه في الاعراض. بالنسبه للاخبار عن الاكسجين المضغوط او الاعشاب، غرف طبعا سمعنا عنها من سنوات وبدات ان هي ناس تتفاعل، لكن لحد الان ما حدش اداني اجابه قاطعه من اولياء الامور او الناس اللي جربت الاكسجين النشط او انا شفت تغير على الطفل بنفسي ان هي بدات تجيب النتائج المرجوه. موضوع الاعشاب، الاعشاب زي ايه؟ الاعشاب اللي هي بيتاجروا بيها في التلفزيونات وان هي بتشفي وان هي و و و و انا ما اعرفش عنها حاجه، انا اللي انا اقدر اقوله لك التدريب والتأهيل والبحث الصحيح واهم حاجة المهارات الحياتية والتعامل الجيد مع الطفل والاسرة اللي تقدر تحتوي الطفل صحيح. موضوع الاكسجين النشط، ويمكن يطلع علاجات تانية مكملة في الفترة الجاية، الله اعلم، محدش يعرف لحد دلوقتي، لكن الاكسجين النشط لحد علمي ومع الحالات اللي انا شفتها الى الان لم تأتي النتائج المرجوة. هل طيف التوحد يعالج تماما ام فقط تأهيل؟ طيف التوحد احنا بنأهله، ممكن يفقد الحاجات اللي عنده لكن ممكن يكتسب لك سمات تانية غير اللي موجودة او حاجات تانية غير اللي موجود، لكن ده ممكن يروح المدرسة عادي، يتعامل عادي ما دام عنده لغة، يتواصل عادي، لكن دايما هيبقى في عامل مساعد متغير على حسب المشكلة اللي بتظهر عنده. ها فين الاسئلة؟ حد تاني عنده اي اسئلة يا جماعة؟ الاسئلة وقفت لحد هنا ولا ايه؟ في دكتورة حنان بتقول، دكتورة حنان عيسى بتقول، هل من الممكن الاستفادة من علم النفس التربوي وخاصة المعرفي في مجال التوحد؟ طبعا طبعا، لان دلوقتي احنا دلوقتي عندنا من اشهر البرامج اللي بنتعامل بيها مع طفل التوحدي برنامج الاي بي اي اللي هو برنامج العلاج السلوكي المعرفي لاطفال التوحد، وده يعني اثبت نجاح كبير جدا جدا جدا، فده مهم جدا. لكن انا عايزة برضه اقول على حاجة، انا عايزة اقول على حاجة، الدراسة ما بتقفش عند حاجة معينة، عند نقطة معينة، عند حتة معينة، احنا لازم كلنا نجدد نفسنا، انا وانتوا كلنا نجدد نفسنا ونقرا كتير ونتواصل كتير ونتعلم كتير ونعرف كتير، ومفتاح التعامل مع طفل التوحدي مش صعب، والنتائج ان شاء الله باذن الله تكون مضمونة وتكون كويسة لو احنا قدرنا نحدد الحالة بشكل صحيح. هل اختبارات ما قبل الزواج تفيد في الوقاية من متلازمة الكروموزومات؟ هي مش متلازمة الكروموزومات، هو ده فجأة فيروس فجأة بيدخل للطفل في عمر 2 أو 3 أو 4 سنوات، وانا كان عندي حالة طفل ولد كده، يعني هو كان موضوع، يعني هو ولد كان جاري وحصل له نفس الموضوع وتشخص على انه التهاب سحائي وحالته اتدهورت في اسبوعين وتوفى، فالموضوع ده مفيش منه وقاية، هو فيروس بيدخل. ممكن حضرتك تكتب لنا لينك المقياس اللي حضرتك قلت عليهم؟ حاضر، هكتب لك لينك المقاييس، لكن لينك المقاييس دي مش موجوده على النت ومش متاحه، هي موجوده اما في مكتبه الانجلو في القاهره او في المراكز المتخصصه للتوحد، فانت هي مش هتلاقيها على النت بمنتهى السهوله كده. المعالج النفسي حضرتك هو اللي حدد ان طيف توحد وتم اتباع العلاج ثم مع اخصائي تم اتباع نظام الحميه الغذائيه، برافو ان انت عملت حميه غذائيه لان من الواضح ان هو ممكن يكون كان محتاجها والحاله اتحسنت قليلا. طيب حضرتك لازم تنفذ معاه برنامج مهارات شامل، والحميه الغذائيه اللي اتعملت ده حضرتك عملت تحليل دم وطلع لك فيه ان هو فعلا بيعاني من مشكله، يعني ان هو بيعاني من مشكله، بمشيه على وجبات غذائيه خاليه من الجلوتين والكازين. ملحوظه يا جماعه، مش كل اطفال التوحد لازم نعمل لهم حميه غذائيه او نعمل لهم حمايه طعاميه من شيء معين، يعني بيقول ان اطفال التوحد عندهم حساسيه من الالبان، لكن مش كل اطفال التوحد لازم بنعمل تحليل دم. طب انا بعرف ازاي ان هو عنده حساسيه من المواد دي؟ لو اكل منتجات القمح والالبان وابتدى يظهر عليه جلد على جلده طفح جلدي احمر، او ابتدى يبقى هايبر اكتف ومش نايم كويس ومتوتر وبيبكي كتير جدا لما بياكل الاكلات دي، في الحاله دي لازم اعمل له تحليل معين للدم. لو طلع ان هو عنده مشكله من الاكلات دي او طلع ان الاكلات دي بتؤثر عليه او طلعت نسبه في الدم، تمام، بضطر ان انا استعيد عنها بين كل الدول العربيه وخصوصا السعوديه، يمكن الخطوط الجويه السعوديه الطيران بدات تطبق الموضوع ده في وجباتها بالنسبه لاطفال التوحد
اللي هو لو في طفل اتبلغ على الطياره ان هو توحدي او شخص توحدي بيديله وجبه خاليه من القمح والجيلاتين والكازين. حضرتك بالنسبه للسؤال بتاعك اللي هو الحاله اتحسنت قليلا، المعالج النفسي حدد قال ان هو طفل توحد واتبعنا العلاج مع الاخصائي. طيب ده لازم يتعمل له برنامج تنميه مهارات، تمام. نقص الانتباه لازم يدخل غرفه التكامل الحسي، تمام. حضرتك حدد لي المكان اللي انت فيه وانا ممكن اساعدك بمكان تروح له علشان يبدا يعمل الجلسات دي اللي هي يدخل غرفه السنسر روم، يقدر يتعامل مع الحاجات اللي هي تقلل موضوع تشتت الانتباه عنده علشان يبقى بياخد جلساته بشكل صحيح. صحيح ام لا ADHD؟ طبعا طبعا. ال ADHD اللي هو Attention Deficit Hyperactivity Disorder يتشابه تشابه واضح جدا مع موضوع التوحد، ولكن الفيصل بينهم ان انا لما اعمل اختبار التوحد لو هو ADHD نقص انتباه وفرط حركة بس مش هيطلع لي رقم، مش هيطلع لي رقم توحد بسيط او متوسط او شديد، لكن لو هو توحد هيطلع توحد، لكن التشابه بين ال ADHD والتوحد كبير. وعلى فكرة مش بس ده، في كده يعني خط بيتجذب، تبص تلاقي ال ADHD صعوبات التعلم بتشده من يمة، في بعض الاحيان بيختلط عليهم الامر، او التوحد بيشده من يمة تانية. هل ممكن طفل توحد لا يتكلم حتى سن 10 سنوات ممكن يتكلم؟ ممكن. ممكن يتكلم بعد 10 سنوات؟ ممكن، كل حاجة ممكن، بس أهم حاجة حضرتك تشتغلي معايا كويس جدا جدا في موضوع اللغة، وما تخليش تركيزك الأساسي على اللغة وتهملي بقية الجوانب التانية لازم يتم العمل معاها. أين أجد الأبحاث العالمية حول التوحد؟ هتلاقيها موجودة في الجمعية الأمريكية للتوحد لكن مش مترجمة، قوموا بترجمتها. اللي عايز يدخل على الأبحاث الطبية أو يدخل على الحاجات الطبية يبتدي يدخل على الجمعية الأمريكية للتوحد، تمام، هيلاقي عندها ابحاث طبيه، والجمعيه البريطانيه للتوحد، الجمعيه الالمانيه للتوحد، في كل الدول الاوروبيه هتلاقوا حاجات زي كده وفيها ابحاث، هتلاقوا لها اكونت على النت، ممكن تدخلوا وتسجلوا وتاخدوا مراسلاتهم اول باول وتترجموا للناس اللي عايزه تترجم. تمام. في حد قال انها موجوده في معهد البحوث الزراعيه في الجيزه، دي الوجبات الغذائيه ولا الابحاث اللي هو الاستاذ بيتكلم عنها؟ السلام عليكم، كيف احصل على احدث البرامج التوحد؟ احدث برامج التوحد حضرتك علشان تقدري تحصلي عليها يبقى انت لازم تراسلي برضو المراكز العالميه اللي انا قلت عنها دي، لكن اهم حاجه البرنامج لما يجي يتقنن على حسب البيئه اللي انت عايشه فيها، لان ما ينفعش اجيب برنامج من الولايات المتحده الامريكيه اطبقه على بيئه السعوديه او بيئه مصر او بيئه الكويت دون ان انا اعمل له تقنين على بيئه اللي انا عايشه فيها. هو لسه بادئ جلسات حضرتك تخاطب تنميه مهارات بكليه تربيه الاطفال بالاسكندريه، فممكن حضرتك ترشحي له؟ ايوه ارشح لك مكان تاني في مركز التدخل المبكر اللي موجود عند كنيسه القديسين اللي انفجرت تمام في اسكندريه، هتروح هناك للاستاذ محمد، مش فاكره محمد ايه تحديدا، بس حضرتك ممكن محاضره جايه اجيب لك اسمه بالظبط ورقم تليفونه، حضرتك هتروح ان شاء الله باذن الله هتعمل له هناك تنميه مهارات بشكل كويس قوي، مع وجوده في كليه رياض الاطفال برده مفيش مشكله، بس اهم حاجه حضرتك تكون عارف ان شاء الله الشغل ده ماشي ازاي وده ماشي ازاي علشان يبقى حضرتك تمام. طبعا الوجبات الغذائيه سررت. ما هي النسبه المئويه لهذا المرض بين اطفال العالمين العربي والغرب؟ طبعا هي كانت اعلى معدلات انتشارها، طبعا احنا عشان العالم العربي شويه لسه الامور معانا مش واضحه، فالعالم الاوروبي الموضوع منتشر فيه، لكن بيتعاملوا مع الموضوع بمنتهى السهوله على انه حاجه عاديه، لان كل يوم هم عندهم جديد في الابحاث العلميه والطبيه والتربويه. لكن المشكله عندنا هنا في العالم العربي ان الموضوع كتير وفي اماكن وفي اطفال مش ناجحين، مش مشخصناش لان مفيش الامكانيات، لان مراكز التوحد عشان تتعمل لازم تبتدي المركز من التدخل المبكر للتاهيل المهني بشكل صحيح، وده في الامكانيات المكانيه والماديه عندنا مش متاحه عشان نقدر نعمل ده. ما رايك في استخدام برامج الايباد والايفون للتوحد؟ هل هي مفيده؟ طبعا مفيده لو انا هستخدمها للغه، هي دي زي فكره البارل توك اللي انا بتكلم عنها، لو انا وصلت لمرحله ان الطفل اللي قدامي ما بيخرجش لغه او ما بيكلمش وخلاص تخطى ال 13 او ال 14 سنه وانا عايزه انهض بيه في عمليه اللغه، لو انا بدات ان انا خلاص يبقى في تواصل لغوي ان انا بوجه له السؤال او بوجه له الكلمه وهو بيسجل البرنامج على التليفون وبيرد عليا الاجابه الصوتيه الصحيحة او السليمة، انا كده نجحت في بناء تواصل لفظي هو مش ملفوظ منه لكن بيعبر عنه بشكل صحيح وما عزلتوش عن البيئة المحيطة به، وخصوصا ان هو بيسمع. اطياف التوحد حضرتك مع الحمية الغذائية والتخاطب تنمية المهارات بيخف منها الطفل، وهل سيظل دائما متبع الحمية الغذائية؟ الحمية الغذائية هيفضل ماشي عليها شوية، لكن هيقدر يحدد الكلام ده طبيب التغذية اللي حضرتك بتروح.
طبعا الشافي هو ربنا سبحانه وتعالى، ومهما احنا قلنا من كلام إرادة ربنا فوق كل شيء، ولازم حضرتك يكون عندك امل كبير ان شاء الله باذن الله الموضوع بسيط، لان الكلام اللي حضرتك كلمتني فيه نقص انتباه وفرط حركه شويه، وحضرتك بدات تظبط الحميه الغذائيه، فكده تمام جدا جدا ان شاء الله هتشوف نتائج ملموسه في وقت قريب. في بيكس، هل لابد ان تخلو الغرفه من اي مثيرات لطفل التوحد؟ عموما الشغل مع اطفال التوحد لازم يبقى في مكان، المكان يكون كويس جدا، والمكان يكون مهيئ ويكون خالي من المشتتات بشكل عام، مش شرط بيكس او غير بيكس. وعايزه اقول ان في يا جماعه منظمه اسمها منظمه الجيتس النمساويه، دي منظمه بتشتغل في حقوق الاطفال المعاقين وبتشتغل في حاجات كتيره جدا. المنظمه دي عامله فريق للبيئه الصالحه للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه لبناء البيئات الصالحه ليهم، مش التصميم والبناء بس للمعاقين حركيا وكراسي وكلام زي كده، لا كمان مراكز التوحد ازاي تكون، وازاي ايه الشروط، وايه الغرفه ازاي شكلها يكون ازاي، علشان ده من صحه العمل مع الطفل في جلسه وبيجيب نتيجه. بس طريقه الايباد والايفون دي ما تكسلش الطفل عن استخدام اللغه. حضرتك انا قلت لك استخدمها بعد سن 13 او 14 سنه، فين الكسل؟ انت دلوقتي بتنهض بيه، خلاص هتخليه ل 20 30 سنه، طب افرض انه ما اتكلمش، هتجيب نتيجه امتى؟ وكل ما بيكبر كل ما فرصه تدريبه بتكون اقل. امسك العصايه من النص زي ما بنقولها بالبلدي، واهله في السن المناسب. هل يوجد سن اتوقف فيه عن التاهيل؟ التاهيل مستمر زي الصلاة مستمر، مش هيوقف التاهيل ابدا طول ما هو الطفل موجود او الشاب موجود او البنت موجوده، بتاهله على حسب سنه بالطريقه المناسبه. لو هو في سن التاهيل المهني بتخلي بتعلمه اي حاجه، سباحه، ركوب خيل، اي حاجه. لو هو في سن تعليم بتفضل معاه في التعليم على حسب امكانياته وقدراته. نحن مقيمين في الكويت، لا يوجد لدينا مراكز شاملة. إيمان، مين اللي قالك الكلام ده؟ أنا مقيمة في الكويت زيك، وعندك وعند حضرتك مركز الكويتي للتوحد. حضرتك جنسيتك إيه؟ أنت مصرية ولا كويتية ولا إيه بالظبط؟ طبعا لو أنت مصرية يبقى عندك معاناة في إلحاق ابنك في أي حاجة في مركز متخصص كامل مصرية، علشان كده تمام. طيب انا ممكن اقول لك في المستقبل على ازاي ان انت تتعاملي معايا، فطبعا انت بتضطري تلجئي حضرتك طبعا لجلسات بشكل فردي، فده عامل لك مشاكل. وطبعا عشان المقيمين هنا بياخدوا ويتنج كتير جدا في دخول الاماكن دي، فبيبقى صعب جدا عليكي، لكن راسليني وتواصلي معايا ومفيش مشكله، لو انت محتاجه اي حاجه كلميني باستمرار. الاسئله راحت فين؟ ايه الفرق بين اطياف التوحد والتوحد التقليدي؟ السؤال ده هجاوبه تاني. حضرتك اطياف التوحد طفل جامع بين سمه او اتنين او تلاته على الاكتر من موضوع التوحد، زي ما قلت لي تشتت الانتباه مع فرط حركه مع ان الكلام قليل شويه او الكلام منعدل، كده يبقى كده اطياف للموضوع ده، كده انا حاصره ان انا عندي ثلاث سمات هشتغل عليهم بكثافه هقدر اجيب نتائج. لازم اراعي يا جماعه الحاله المزاجيه للطفل والحاله النفسيه للطفل وهو رايح الجلسه. الاخصائي مش عليه العبء الاكبر بالقيام بالجلسه، لازم انت كمان تهيئ ابنك او بنتك، لو احنا عندنا طفل او طفله لازم اهيئه نفسيا قبل ما يروح الجلسه، لازم كمان اختار الاكل الصحيح الكويس قبل ما يروح، لازم اتابع نومه قبل ما يروح الجلسه، لو بياخد ادويه بتنومه او ادويه بتضايقه وهيروح الجلسه لا اوقف الجلسات دلوقتي لحد ما تاثير الادويه يروح شويه وبعد كده ارجعه للجلسات. طب التوحد التقليدي هو اللي بيبقى حاصل على يعني بيبقى فيه اكتر من ثلاث سمات. ابني عنده 10 سنوات بيطلع بعض الكلمات، هل استخدم معاه بيكس؟ حاولي توظفي الكلمات، لو مثلا بيقول لك اكل خليه يقول عاوز اكل، حاولي كده تمام. بعد ما توصلي ان انت قدرتي توظفي الكلمات اوكي كويس قوي، ما قدرتي وبعد كده ابتدي اشتغلي مع بيكس مع التوظيف، حتى لو هينطق كمان وهو بيستخدم بيكس عشان تطلع. كيف احصل على مدرب معتمد؟ ممكن نقول لك المره الجايه ازاي تاخدي ترخيص المدرب المعتمد. هل يمكن لطفل ده اكيد بتخدم دوره تدريب مدربين، بس انا هتاكد لك، يعني انا معايا تدريب مدربين بس انا هتاكد لك. هل يمكن لطفل التوحد ان يكون عنيف لدرجه ايذاء احد قريب منه او حتى ايذاء نفسه؟ طبعا دي من سمات الاطفال التوحدين، ان هو ممكن يأذي نفسه او يؤذي المحيطين بيه، ممكن يعض نفسه، ممكن يبتدي يعمل جروح في جسمه، فانا لازم استعين دلوقتي بطبيب المخ والاعصاب والطبيب النفسي عشان ناخد بعض الحاجات المهدئه البسيطه ذات التاثير البسيط مع عمل الجلسات. وفي حاجه تانية كمان، في بعض الاطفال بيلجأوا لايذاء نفسهم لان اجسام اطفال التوحد بتحتوي على ماده اسمها ماده الاندوفرين. ماده الاندوفرين دي الماده دي ماده مزاجيه، الطفل بيعمل مجهود عنيف عشان يفرزها، ممكن تلاقي طفل بدا يخبط راسه في الحيطه او بدا يعنف نفسه او بدا يتنطط ينزل من على كابوس السفره او ينط من على السلم او بدا يقرص نفسه او يعض نفسه،
وبعد نص ساعة او بعد ساعة او بعد وقت معين من افراز المادة بيبدأ يهدأ ويرجع لطبيعته عادي جدا. فاحنا لازم نتعامل مع الموضوع. استاذ محمد بيقول استاذ دعاء احسن حاجة ان انت تنزلي مصر، لكن بعض الاحيان الظروف بتقول لك احيانا ما انزلش مصر لان في ظروف بتقتضي الناس ما تنزلش. هل كل الاطفال التوحيدين متشكلين يا استاذ مجدي؟ هل كل الاطفال التوحيدين يحتاجوا لتعديل قبل الجلسات؟ عمليه تعديل السلوك مهمه جدا 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 جدا. اذا الطفل خضع لتعديل السلوك عموما بشكل عام هيدخل يلبي الاوامر في الجلسه بشكل كويس جدا وهيجيب نتائج رائعه. شكرا ليكي. متشكله ليلى. ليلى اعتقد قابلنا قبل كده بس مش عارفه فين. صديقتي لديها طفل رأيي في مركز الكويت للتوحد ان هو مكان منظم، انا ما دخلتوش ما اشتغلتش فيه ما اتعاملتش فيه، لكن اعتقد ان هو اكثر الاماكن مؤهله وموجوده هنا في الكويت ومكان كويس. على الاقل خالص هو في خدمه متكامله بالنسبه لاطفال التوحد، لان طبعا كل سن من اطفال التوحد هو طبعا بيستلم الطفل من سن 3 سنين وده حلو قوي، وعامل مدرسه اعتقد حتى لو هو بيشتغل بنسبه 50% فاكيد هيجيب نتيجه. صديقتي لديها طفل توحدي يتم تاهيله في مركز وبدا ياخد جلسات اكسجين ولكن الولد جسمه بقى ازرق. اعتقد ان جلسات الاكسجين لازم تقف لان ملهاش اي نتيجه. اعتقد ان احنا نمشي بالتاهيل الافضل في الفتره دي، واعرف بس حاله الطفل والمشكله اللي عنده ايه بالظبط وانا اقول لك يمشي ازاي، لان جلسات الاكسجين النشط هي غاليه ومكلفه ونتائجها اعتقد ان هي مش مجديه. كما علمنا بان الالوان لها تاثير في علم النفس، هل ايضا لها تاثير التوحد لها نتائج في مرحله التدريب؟ طبعا مهمه جدا لها تاثير جدا ان هو يبتدي يعرفها، ويمكن دلوقتي غرف التكامل الحس اللي بقت تتعمل بقى فيها جوانب صوتيه وجوانب ضوئيه وجوانب بصريه مهمه جدا ان هو يتعامل بيها وان هو يبدا يعرفها، لان الالوان هي مرحله من مراحل تنميه المهارات عنده ان هو يتعرفها، درس مهم جدا ان هو لازم هيتعلمه ان شاء الله. طيب يعني مش هقدر ابدل حركات ازاي الذات دي بأي انشطه ذات مجهود شاق؟ مش مجهود شاق. حددي لي دلوقتي الولد عنده كام سنه تمام، وفي نفس الوقت لازم يروح لدكتور مخ واعصاب، يروح للدكتور الاول عشان نعرف الموضوع ده، وبعدين ماده الاندوفرين اللي عنده دي علميه بقى ان هو مثلا ايه، لو انت الولد كويس يقدر يتعلم سباحه خليه يتعلم سباحه، خليه يجري جري منظم، يعمل رياضه تمام. حاولي ان انت توظفي له الموضوع ده بشكل معين بحيث ان هو لما يبتدي يحس ان هو عايز يفرز الماده دي يعمل نشاط منظم يكون افضل. مفيش اسئله تاني. هل يمكن التغلب على حركات الايد التكراريه؟ طبعا ممكن انت تتغلبي عليها، انت تخليه يعمل اي نشاط حركي اول ما يبتدي ان هو يكرر حاجه بايديه او حاجه. حركات الابد التكراريه ولا الايد التكراريه؟ ارجو التوضيح. توحد انعدام تواصل ثلاثي دي حالته، توحد وانعدام التواصل الثلاثي البصري والوضوئي. طيب هنشتغل على التواصلات الاول، هنشتغل على التواصل البصري والتواصل الاجتماعي والتواصل اللغوي، التلاتة مع بعض. التلاتة مع بعض، اشتغلي على التلاتة مع بعض في جلسات تنمية مهارات وإن شاء الله يجيب نتيجة. اوقفي جلسات الأكسجين النشط لأن موضوع التواصلات سهلة، على الأقل خالص هنجيب نتيجة في التواصل الاجتماعي والتواصل البصري، ممكن يتأخر التواصل اللغوي شوية لكن إن شاء الله يبقى في نتائج. في سؤال جالي بيقول لي هل البيكس بينظم هل البيكس بينظم بيوظف اللغه؟ ايوه البيكس بيوظف اللغه. ممكن نعرض مقطعين الفيديو بس نجاوب على السؤال هل التوحد ممكن ياتي بعد 3 سنوات الاولى ام لا؟ لا، التوحد بيجي لحد عمر 4 سنوات. يعني انتظاره او المرحله العمريه بتاعته من سن السنه لحد 4 سنوات، من بدايه الولاده لحد 4 سنوات. ما حدش يجي يقول لي في ولد عنده 5 سنين وجاله التوحد هو 5 سنين ولا 7 سنين ولا 10 سنين وفجاه جاله توحد. دي بتبقى متلازمات تانية تتشابه مع التوحد وهي ليست التوحد. ممكن نعرض الفيديو. طب هنشوف الفيديو وهجاوب على السؤالين. الاكونت انا هعمل صفحه، انا ما عنديش يعني عندي صفحه شخصيه لكن ان شاء الله انا هعمل صفحه عامه ممكن كل الناس تدخل تعمل عليها لايك وتحط اسئله وانا اجاوب عليها، ما فيش مشكله. موضوع الزواج والتوحد ده لسه لحد الان ما فيش فيه اي حاجه، لكن ده بيتوقف اعتقد ان سبيرجر والدرجات الخفيفه من التوحد بتتجوز، لكن بيبقى فيه معاناه اجتماعيه من عدم التواصل الاجتماعي. هنشوف الفيديو وهرجع اتكلم عن الموضوع ده بتفاصيل اكتر.
تمام. تعليق على الفيديو هنا ان احنا عندنا طفل بيعاني من التوحد، شوفوا السمة عنده او شوفوا الموضوع عنده ان هو عمال يضع الاشياء فوق بعضها وفجأة بيزيحها دون النظر اليها، شوفوا الموضوع ازاي. فجأة وقعت ولا اي حاجة، عمال يحاول يكرر نفس المحاولات الخاطئة. تمام كده الفيديو تمام. ارجع اشوف الحاجات، حد بيقول لي تعليق على الفيديو انا علقت في اسئله، هنقفل بس الفيديو عشان انا اقدر اتكلم معاكم. نعرض التاني مدته نص دقيقه. طيب شوفوا البنت بتعمل حركة تكرارية، شوفوا الحركة التكرارية اللي هي بتعملها ازاي، عمالة تلف تلف تلف. ها منجذبة بشيء باللعبة بتاعتها تمام، وعمالة تلف 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 مع نفسها. طيب لسه في فيديوهات تانية ولا كده خلاص؟ خلاص اوكي. طيب نرجع، الاستاذة بتقول انا الابحاث قليلة جدا عندنا. طيب نشوف اللي حد كان بيقول انا من العريش ومحتاجة الابحاث. حضرتك ممكن تدخلي الابحاث دي زي ما قلت لك، راكل الجمعية الامريكية للتوحد او الجمعية البريطانية للتوحد. الفرق بين التوحد ومتلازمة اسبرجر، يا جماعة التوحد هو المصطلح العام، هي المظلة الكبيرة بتاعتنا. اسبرجر نوع من انواع التوحد، اسبرجر نوع من انواع التوحد، متلازمة من متلازمات التوحد تمام. وزي ما قلت لكم اسبرجر ده اللي هو انطوائي منعزل شوية مش اجتماعي، لكن هو بيتفاعل وبيتعلم وبيروح وبيجي، لكن عنده شوية حاجات غير التوحد. ما اسباب الضحك الهستيري للاطفال التوحدية؟ سمة من السمات ولحد الان مش مبررة، لكن هي نوع من انواع الاثبات ان هو ممكن ان هو يكون عنده توحد، لان زي ما بتجيله نوبات ضحك فجائي ممكن تجيله نوبات بكاء فجائي من غير سبب. ممكن طفل عادي يعمل الحركات دي؟ ايوه ممكن، لكن احنا هنا قاصدين حاجة، ده نوع مصغر، لكن في حاجات تانية ممكن هنعرضها المرة الجاية تخليكم تأكدوا اكتر من الكلام. هل كما سمعت ان اسبرجر يصيب الاولاد فقط؟ لا، ممكن يصيب البنات مش الولاد فقط بالدرجة، لكن هو معدل الاصابة عموما في التوحد في الذكور اعلى من الاناث. هل التوحد ينتقل بالوراثة؟ العامل الوراثي دلوقتي بقى قوي، بقينا نلاقي دلوقتي في البيت الواحد طفلين ممكن يكونوا اخوات بيعانوا من التوحد، ممكن نلاقي ولاد العم
العم واولاد الخاله بيعانوا من التوحد، يؤثر على القدره الانسيه بما القدره الجنسيه بمعنى ان هو يؤثر على الانجاب. فكره زواج التوحديين لحد الان مش متاكد كده، لكن اللي انا اقدر اقولك ان هو ممكن يتجوز هو متلازمه اسبرجر. موضوع القدره الجنسيه، انا عايز اقول ان موضوع البلوغ الجنسي عند ذوي الاحتياجات الخاصه بشكل عام هو بيجي بدري، لكن عند التوحديين بيجي، وفي اماكن مش قادره تخلص من بلوغهم الجنسي لانه بدا يعمل مشاكل كبيره جدا، ومش قادرين الاطفال نفسهم او الولاد يستوعبوا المرحله دي او ان هم يتعلموها. في علاجات كتير لموضوع المشاكل الجنسيه دي زي الصدمات الكهربائيه او العلاجات الدوائيه او العمليات، لكن طبعا لحد الان هي مشكله متصدره جميع الاماكن والمراكز والمؤسسات. ما النصيحه لشاب مصاب بالتوحد يريد اهله ان يتزوج؟ يعني انا ما اعرفش حالته عشان اقدر انصح او ما انصحش، لازم اعرف حالته تفاصيل كفايه عشان اقدر اقول. بدري امتى؟ يعني من سن 9 او 10 سنوات، ويستحسن لما البلوغ الجنسي يبتدي يظهر، لان ده بيبتدي يظهر في العمل، ان الولد او البنت يبتدي يتحسس معالم الاخصائي بتاعه او يتحسس جسم الاخصائي او يتحسس جسم اي حد بيقعد معاه. في المرحله دي لو بدات تظهر الاشياء دي، لو الطفله توحديه بتشتغل مع مدرس راجل لازم ان احنا نعمل عمليه تبديل، ولو الولد بيشتغل مع مدرسه سيده نعمل عمليه تبديل. والتبديل يا جماعه لازم يكون بالتدريج، مش مره واحده يجي يلاقي تاني يوم واحد غير الواحد اللي بيشتغل معاه. ممكن نبتدي نحضر الجلسات مع الزميل او الزميله ونبتدي ننسحب واحده واحده عشان ما يحصلش انتكاسه. طيب حد له اي سؤال يا جماعه تاني ولا خلاص كده؟ طيب تمام، مفيش اي اسئله، كله تمام. طيب ان شاء الله انا هستاذنكم، وان شاء الله استاذه امنيه هتكمل معاكم المره الجايه، وانا ان شاء الله باذن الله هبقى موجوده معاكم ان شاء الله كل يوم خميس باذن الله. يعني حضرتك الطفل التوحدي بيبلغ جنسيه مبكره، انا قلت لك البلوغ عام بشكل عام متفاوت 9 سنين 10 سنين 11 سنه. طيب اي سؤال تاني ممكن المره الجايه ان شاء الله باذن الله انا اجاوب عنه وهبقى موجوده باذن الله. حد عنده اي سؤال تاني او استفسار؟ ان شاء الله المره الجايه نتقابل على خير ان شاء الله. يلا جزاكم الله كل خير، يلا السلام عليكم ورحمه الله، مع السلامه.